20 لوفاة الشاعر والفنان عمر الزعني نخصص من الآن وحتى الرابعة هذا الموضوع وبيشاركني فيه الزميل فاروق الجمال. طبعا في بين إلينا أسطوانات يمكن نادرة الوجود وفي بعض تراثه مثل ما بنعرف أتلف أو ضاع أو مش موجود. شتت. مهم عندنا مجموعة من الأسطوانات القديمة وتسمحونا بالنسبة ل تسجيل الأسطوانات لأنه مسجلة هي من 50 سنة من 40 سنة فصوت شوي تعبيني لكن محاول نسمعكم إياه. بذكرى الفنان الكبير عمر الزعني لابد أن نعرف ولو بصورة سريعة نبدي عن حياته ونبدأ بطفولته والموضوع راح يتوكل فيه طبعا فاروق الجمال لأنه جمع من خلال كتابه جمع معلومات حول موضوع عمر الزعني. كيف منعرف فاروق طفولة هذا؟ أولا أستاذ أحمد بهالذكرى الحلوة لشاعرنا الكبير أستاذ عمر الزعني بحب أقول شيء كلمة شكر لعائلة عمر الزعني المكونة من السيدة عقيلته السيدة بهية ضياء الحمزاوي والأخ الحبيب سمير الزعني وابنه محمد الزعني وكريمته اللي هي السيدة دلال الزعني وبالتالي هي إذاعتنا الحبيبة إذاعة لبنان اللي أتاحت هالمجال للتحدث عن فقيد الشعر عمر الزعني. طيب أهلا فاروق ومن أين نبدأ؟ من طفولته لابد نبدأ من طفولته. ولد عمر الزعني عام 1895 في بيروت وفيها أنهى علومه الثانوية. عام 1918 دخل الوظيفة فعين كاتبا أو كاتب في المحكمة البدائية في قصر العدل ثم دخل بعدها معهد اليسوعيين لدراسة الحقوق وهناك أمضى 3 سنوات ثم ترك بعدها مسيرة الفن والأغاني باسم مستعار عرف باسم حنيك كان يخشى من العقاب يعني يخشى من دخول السجن أو ملاحقته كان يكتب باسم مستعار كان يكتب باسم مستعار وخاصة في مجلة الكشاف وسرعان ما انكشف نعرف فيما بعد حقيقة هالاسم خاصة بحفلته المسرحية اللي لقت اقبال كبير ونجاح لا مثيل لهم. انا بعرف انه ابوه او عائلته الاحرى كانت تميل انه يدخل الوطن الفني بهذا الشكل. الحقيقه والده كان رجل جليل من رجالات بيروت اسمه المرحوم الشيخ محمد الزعني وكان صاحب محل في المعرض صاحب محل اسماني كان كثير عنيف بتربيته كان كثير يعني طبعا
تعرف التقاليد والعادات ايام زمان، كان ما بهم ابدا انه ابنه عمر الزني يكون يوم ما شاعر او اديب كبير، بقدر ما كان يهم محمد الزني من ابن عمر الزني ان يكون مثلا محامي او قاضي او مهندس او طبيب الى اخره. يعني مثل ينسن كان يتطلع الى الوظيفة الكبيرة بصفته انه شاب متعلم ومثقف. صح. طيب عمر الزني كان عنده اخوة؟ طبعا كان عنده اخوة، وفي بعد في من هالعائلة الكريمة اخر العنقود اللي هو سعد الدين الزني، يعني بيكون والد شقيقنا الاستاذ سمير الزني اللي عمل كتاب عن عمر الزني تحت اسم مولير الشرق. طيب اخوته عندهم لمع شيء من هالنوع فني شعري؟ الحقيقه فينا نقول انه سعد الدين الزني اللي هو اخر العنقود من عائله الفقيد عمر الزني عنده فطره شعريه، يعني عنده مواهب ولكن ما احترف. بالاضافه الى مواهب الشعريه كان عنده يلم بالرسم، رسام كبير سعد الدين الزني، ولكن تعرف هذيك الايام ما كان في نوع من الانتباه او التشجيع. في فؤاد كذلك يعني كلياتهم توفوا، مثلا اخواته البنات او الشباب، استثناء الله يطول عمره سعد الدين الزني يلي هو الان استطاع مع اقرباء الزني او المقربين لانشاء مركز عرف اليوم مركز بعمر الزني في منطقة الظريف. هذا بيعني بشؤون وشجون عمر الزني كشاعر واديب وفيلسوف. طيب قبل ما نسمع اغنية، سؤال قد ايه عاش عمر الزني؟ يعني الحقيقة ما عاش كتير، المفروض كان الله يمد بعمره، ولكن السكري السكري أثر عليه جدا جدا وخلاه يعد شو 3 سنين طريح الفراش، كان مقعد الفراش. أيوة. وكتير تألم تألم، واللي بحس بنفسه كان عمر الزني إنه هو اللي كان المصلح الاجتماعي أو المرشد الاجتماعي أو مثل ما سميه فيلسوف الفريكي أمير الريحاني. أيوة. بالمربي بالمربي. قال له أنت لست بشاعر، أنت مربي. حلو. وكمان قالت له مي زيادي بعد ما سمعته بإحدى المناسبات، قالت له لولا شكواك الدائمة لكنت شاعر الزمن. حلو. فعمر الزني طبعا هو خالد بقلوب اللبنانيين والعرب، ولكن الله سبحانه وتعالى تعرف أجله، كان يطمح أنه يشوف هالأعواجاج اللي كان يحاربه من خلال أو يقوم من خلال الكلمة اللاذع الساخرة، مات هو الدمع بعينه انه ليش فيها الاعوجاج، لا فيها عدم المحبة بين الناس، ليش ما فيها الوفاق، ليش ما في الى اخره. كان بحب يعيش حياة مثالية والتآلف المجتمع بشتى الوسائل طبعا، من خلال الكلمة ومن خلال المنبر. يعني كان هو قديش عاش لنا؟ عاش 62 سنة هيك شيء. 62 سنة. طبعا
عن هالأغنية أي سنة سجلت؟ هذه من يعني شو 30 أو يعني 33 سنة هيك شيء. يعني تاريخها طويل. يعني تاريخها طويل. صف التراث ومفقودة بال. طيب بالنسبة لعمر زاني هو ما اكتفى بأنه يكون شاعر، كان عنده مواهب أكثر من هيك ممكن. الحقيقة فينا نعتبر عمر زاني مجموعة مواهب. عمر زاني كان مجموعة مواهب مبدعة، كان الشاعر، كان الملحن والمغني، وكذلك كان ممثل وقائد الأوركسترا في آن معا. وكان عمر الزني ما بيحتاج أبدا في إحياء حفلاته إلا لبعض الآلات الموسيقية الخفيفة البسيطة اللي بترافقه في إنشاء أغاني. طيب عمر الزني بدون شك اشتغل على مسارح العاصمة، واشتغل كانت يعني الإذاعات في العالم العربي ببداية عهده أظن. صحيح. واشتغل في الإذاعات، لكن كان معروف على المسرح أكثر من الإذاعات، ما هيك؟ لأنه بديك الأيام ما كان في وسائل إعلام متوفرة لدى الجمهور اللبناني، ولكن كان من خلال المسرح يطل عبر أنشطته المسرحية، كان المصلح الاجتماعي. طيب كان له دور في النقد السياسي؟ بالطبع فينا نعتبر عمر الزني والنقد السياسي أنه عاصر عمر الزني ثلاث عهود متعاقبة: الاستعمار العثماني، الانتداب الفرنسي، والاستقلال. من هالمراحل هاي وما فرصته من أوضاع، كان يستمد عمر الزني موضوعات أغاني. كان دائم البحث والمراقبة، ولم تكن مهمته تلك صعبة، لأن الأخطاء كانت أكبر من أن تخفى على أحد. ولكن عمر الزني الفيلسوف الخالد كان يملك من الجرأة والوسيلة لانتقاد تلك الأخطاء أكثر من سواه. مثلا أول مرحلة من حياته أو في حياته الانتقادية الجريئة كانت أغنية صندوق الفرجي. حقول لك بس مطلع طير إذا سمحت. شوف تفرج يا سلام، طبعا كأنه كتبها امبارح. شوف أحوالك على التمام، شوف قدامك عجايب، شوف قدامك غرايب، شوف ملوك عثمان كانوا ملوك على الزمان. لو كنت حصان سيد السلطان ولا غزوها كان فضلي بان. لو كنت حصان سيد السلطان ولا سرحان كان نسي نصر. لو لو كنت احصن في هالايام كان لي قدام ورا وقدام مثل الحكام احسن لزمان. لو كنت احصن في هالايام كان لي قدام ورا وقدام مثل الحكام احسن لزمان. لو كنت احصن لو كنت احصن شو عبالي ابو جد خالي راسي عالي من الهم خالي عايز سلطان. لو كنت احصن شو عبالي ابو جد خالي راسي عالي من الهم خالي عايز سلطان. لو كنت احصن لو لو كنت احصن في بيت كرسو باكل فستو باكل بندق ما كنت بصرخ مثل الزعران. لو كنت احصن في بيت كرسو باكل فستو باكل بندق ما كنت بصرخ مثل الزعران. لو كنت احصن لو قبل ما ننتقل لتراثه الفني بدي اذكر المستمعين انه بعد ما ننتهي في من الحديث أو من هذه النبذة المختصرة عن حياته، طبعا لأنه الوقت ضيق معنا، في نهاية اللقاء أي بعد في حوالي 4 إلى 3 تقريبا راح نجري مسابقة
فيها سؤال، طبعا مش هنقول السؤال، هنقوله بعد ما نبتدي المسابقة مباشرة ببداية المسابقة. والسؤال طبعا حول الموضوع اللي عم نحكي عنه، السؤال عن عمر الزعني. فاللي عنده معلومات حول عمر الزعني راح يربح جوائز قيمة، راح يكون شو هي؟ شاركون جوائز مغربية، مجموعة كاسيت لأغاني عمر الزعني، مش عارف كم أغنية فيهم بالضبط، كم أغنية تقريبا؟ يعني شو 50 أو 55 أغنية. حلو. بعدين كتاب بعنوان موليير الشرق لسمير الزعني، وكتاب عمر الزعني بعنوان حكاية شعب لفاروق الجمال، وكتاب صدر أخيرا لشوشو بعنوان آخ يا بلدنا لكمان لزميل فاروق الجمال. إذن أربع جوائز للرابح ستكون، أربع جوائز ستكون من نصيب الرابح اللي راح يعرف السؤال، والسؤال راح نقوله لما نبتدي المسابقة ونبتدي حوارنا على التليفون. أستاذ أحمد، أنا الحقيقة بدي يكون كريم بالجوائز، يعني كتاب شوشو اللي ضحك الملايين على حد تعبير على حد تعبير السيدة فاطمة شامل، عقيلة الفنان الكبير كريمة الفنان الكبير محمد شامل. الحقيقة من يومين ثلاثة أنا قمت بزيارة للست فاطمة وأهديت نسخ من كتاب شوشو آخي بلدنا، فغمرت الكتاب، صارت تطوس الغلاف. أرتي فاروق بدي أشكرك، وما بعرف كيف بدي أوفي هالدين أو هالجميل لإلك. أنا اللي بقدر أقوله إنك أنت أضأت شمع في سبيل خلود شوشو. أنا بقول للست فاطمة إنه هذا جزء من واجب أو الدين الكبير على كل صحافي في لبنان أو أديب إنه يسعى لتخليد الكبار في لبنان. طيب ننتقل لموضوعنا وهو عن تراث عمر الزعني الفني. تفضل فاروق. بدي أحكي كمان وأسترسل بالحديث عن ملف عمر الزعني، فينا نسميه ملف عمر الزعني. من أبرز الأغاني اللي لقت رواج في الحقبة التاريخية اللي عاشها وعايشها عمر الزعني من آلام من أفراح وأتراح، هناك أغنية كانت تحمل اسم حاسب يا فرانك اللي نظمها على أثر سقوط الفرنك أو سقوط الفرنك الفرنسي، وقد أدت إلى ملاحقة سلطات الانتداب لعمر الزعني. بيقول حاسب يا فرانك يا فرانك حاسب، فهمنا لفين بعدك ساحب، ما خلات نحب ولا صاحب. طبعا في هو يغنيها لكن الأغنية يبدو أنه مش موجودة بين إيدينا، لو كانت موجودة كنا سمعناها. ولما عاد الفرنك إلى الارتفاع ارتفع صوت عمر بأغنية عرم يا فرنك، قلت لك حاسب حاسبوني من غير محاكمي حاكموني. ما بتعمل كمبيالات ولا بتمضي كونتراتات، ما بتعمل كمبيالات لا بتمضي كونتراتات، ولا بتدخل بمحاكم ولا بتدفع زهزوات. يا ربك يا حظك يا سعدك يا كل ميالك يا رب على كيفك بتنط بتنط مش تعمل يا عيني خلاص بابك الله. مين عايش مثلك مين لا اجرة بيت ولا دكاكين، مين عايش مثلك مين لا اجرة بيت ولا دكاكين، ولا احتيها لسه مصر ولا ظلم الملاكين. يا مختار يا حظك يا سعدك يا قوم ميالك يا قوم عليهلك على كيفك يا رب على كيفك بالنسبة
ميه بتتماك نصر موي بيه الماك لشركة ميه بتتماك لا حياة عقابي بتمصني من دمك يا بختك يا حظك يا سعدك يا طول ميالك يا طب ننتقل لعلاقة الشاعر والفنان عمر الزعني بالأغنية اللبنانية. الحقيقة شاعرنا الكبير عمر الزعني كانت الموسيقى بالنسبة له وسيلة وغاية في آن معا. هل هو درس الموسيقى؟ كان عنده فكرة جيدة عن الموسيقى؟ اطلع بعض يعني كان عنده اجتهاد شخصي للاطلاع على نتاج الآخرين كبار الموسيقيين الغربيين والشرقيين باعتبار أن كانت مكتبة عمر الزعني حافلة بالتراث الفني الأجنبي والشرقي، خاصة كان عبد الوهاب، لأن عبد الوهاب كان من بالنسبة له صديقه. وكان عنده مكتبة غنية للسيد درويش وعبد الحميد وحمولي وصالح عبد الحي إلى آخره، يعني هالرعي. الموسيقى كانت بالنسبة لعمر الزعني مثل ما قلنا وسيلة وغاية في آن معا، ونظرته إليها كانت نظرة الباحث، وقد أخرجها من ذاك الواقع المتزمت. فينا نعتبر كمان أخ أحمد بأن عمر الزعني كان أول من دعا إلى تحرير أو تحرر الأغنية اللبنانية من غربتها في وطنها. وعلم كتابها كيف تصار، والتفت ناحية الملحنين يذكرهم بالمقامات. وفينا نعتبر كمان أنه عمر الزعني كان لحن معظم أغاني، يعني ما كان يشرف على تلحين أغاني بنفسه. طيب ننتقل شوي لأصدقاء عمر الزعني. الحياة ده سؤال محرج، لأنه هو كان يثق من خلال دراستي طبعا لإله العميقة اللي عمرها كانت 18 سنة في بحر عمر الزعني الأدبي الزاخر، كان يثق بالناس ولا يثق بهم أو ولا يثق بأحد، يعني كان يحب الناس مثلا ولكن كان حذر من الناس. ربما كان عنده نظرة تشاؤمية، ربما أيضا كان لا يثق بابتسامة الآخرين، كان يعتبر إنسان يعني انه ما فينا نقول يعني فوق مستوى البشر، كان يعتبر انه الله خصه بموهبه يقدر متوفر باي انسان اخر. اصدقائه من الناس كانوا معظمهم كانوا من السياسيين. ايوه، رغم انتقاده له، رغم انتقاده الجارح اذا صح التعبير لهذه المدرسه السياسيه. أيوة. يلي نعتها بعده نعوت، عرفت كيف، وصفها بعده اوصاف. كان مثلا رياض الصلح صديقه، الرئيس الراحل الله يرحمه بشارة خوري كان صديقه، سامي الصلح اللي عمل له قصيدة الحمد لله غنيني وطنيني يا أبو الفقير. كان كمان كذلك أستاذ أحمد كان أصدقائه من كل اللبنانيين على جميع الطبقات. من الوسط الفني اللي ما زالوا على قيد الحياة كان صديقه بالنسبة مثلا للموسيقيين الكبار مثلا أمثال عبد الوهاب كان صديقه الخاص. كذلك من لبنان حسب اطلاعنا ودراستنا لعمر الزعني كان من الشعراء عبد الجليل الوهبي، الموسيقيين توفيق الباشا، الحقيقة يوسف فاضل الملحن الكبير. كان عنده كتير أصدقاء كيف، ولكن السياسيين كانوا أصدقائه اللدودين. طيب قبل ما ننتقل للمسابقة، بعد ما أعطينا لمحة موجزة وسريعة عن حياة هذا الشاعر والفنان الكبير عمر الزعني، شو ممكن نقول عن عمر الزعني في نهاية هذا اللقاء؟ هل هو ظاهرة فنية عظيمة؟ الحقيقة بدي أقول شغلي، عمر الزعني ظاهرة فنية فريدة شهدها لبنان منذ العشرينات، وموهبة شعرية استقت إلهامها من واقع الحياة ولم تنعزل لحظة عن الساحات والشوارع والأزقة إذا صح التعبير والبيوت أو البيوتات. وكان أيضا من خلال ما كتب وما نظم عالج مواضيعه في أروع معالجة بأسلوب ساخر، كان عبقريته فيها شيء من السحر، لأنه كانت كان كلماته
يعني في نعتبرها مثل البارودي مثل رصاصة أو واقعة كده. يعني يصور واقع أيوة. من الشارع ويصور وتصور. والحقيقة عمر الزني الفيلسوف كنت معل عنه صديقنا الصحافي الأستاذ زهير بعلبكي والمحامي والأديب فاروق سعد والأستاذ محمود أستاذ رحاب عكاوي معروف أستاذ رحاب عكاوي أديب كبير. عمر الزني كان شاعر الشعب. هذا الكلام للأستاذ رحاب عكاوي. عمر الزني كان شاعر الشعب وإن كانت الدولة طبعا هلا صار في وعي كلياتنا من قدره الدولة جاهلت هذا الفنان فيجدر بالشعب اللي أحب عمر الزني وكرس نتاج عبقريته وفنه لخدمته أن يكون بجمع تراثه الطائع. فينا نعتبر أنه الحمد لله تراث الزني الآن موجود في مركز الزني من كتب وأغنية وأسطوانات كاسات إلى آخره. عمر الزني ظاهرة يا أستاذ أحمد لن تتكرر لن تتكرر مطلقا. وكل اللي نشوفهم بقلدوا عمر الزني أو بحبوا ينضوه تحت لواء مدرسة عمر الزني فهيدا بنقول لهم إياها بصراحة ما تعذبوا حالكم. لا إن شاء الله عمر الزني ظاهرة فريدة من نوعها ولا لزوم تتكرر إن شاء الله. ولكن عمر الزني كشخصي كاركتير مثل ما قال سمير الزني مولير الشرق هالظاهرة لم تتكرر مطلقا. كانت ممكن تتكرر بالسيدة دلال الزني ولكن لأسباب عائلية باعتبار تزوجت صفة أم مثالية هذه كانت عندنا فحات شعرية زنية ولكن تعرف المسؤولية العائلية ما عندها كان نفسها قصير بالشعر يعني أو بال طيب هلأ بعد ما نسمع أغنية ننتقل إلى المسابقة اللي راح نقدم فيها أسئلة وبنقلكم شو السؤال وبنرجع نكرر شو هي الجوائز. أعزائي المستمعين بننتقل للمسابقة. سؤالها بيقول في أي سنة سجن عمر الزني وكم يوم أمضى في السجن؟ السؤال بيقول في أي سنة
سجن عمر الزعني، كنا بنعرف ان عمر الزعني سجن وكم يوم امضى في السجن. اللي راح يكون الرابح الجوائز هي لنا 4 جوائز، مجموعة كاسات لعمر الزعني وكتاب بعنوان مليار الشرق لسمير الزعني وكتاب عمر الزعني بعنوان حكاية شعب لفاروق الجمال وكتاب شوشو أيضا آخ يا بلدنا لفاروق الجمال. الاتصال بكون على رقم الهاتف 346-880-81-82-83.